يا له يا لا 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 جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد mi smo stali na strani 109 na naslovu Fehmul Mesmu'i. Prvo ćemo poslati dijalog, da to budete koncentrisani, da čujemo o čemu se radi, zatim ćemo odgovoriti na pitanja koja se nalaze ovdje u tekstu. Al wahdatu al khamisa, al darsu al sabi'a wal ashrun, Fehmul Mesmu'a, istama' ila nas, ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين، فقد كان لدى المسلمين حضارة عظيمة حملها المسلمون إلى كل العالم، من الصين في الشرق إلى أوروبا في الغرب. تقدم المسلمون في الرياضيات والطب والصيدلة وغيرها. تعلم الطلاب من أوروبا في المدارس والجامعات عند المسلمين، واتصل علماء أوروبا بالعلماء المسلمين، وترجموا كتب المسلمين في الطب والصيدلة والرياضيات، ثم درسوا هذه الكتب في مدارسهم وجامعاتهم. بعد ذلك مرت على المسلمين سنون طويلة تركوا فيها العلم، فانتشر بينهم الجهل حتى وصلوا إلى مرحلة التخلف. في العصر الحديث عاد المسلمون مرة ثانية إلى طلب العلم كما أمرهم بذلك دينهم، ففتحوا المدارس والجامعات في القرى والمدن. لقد عرفوا أن العلم وسيلة الإنسان في هذه الحياة، وقرروا أن يهتموا بالعلم والعلماء حتى تتقدم بلادهم. جميل. Počnem pripita. Dopitati se, samo sam malo zaustavljati njega da vidimo o čemu je dijalog. لا فقد رجع المسلم أتى. الوحدة الخامسة الدرس السابع والعشرون فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين. تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين. تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين. فقد كان لدى المسلمين حضارة عظيمة حملها المسلمون إلى كل العالم. فقد كان لدى المسلمين فقد بوتدا سامو كان لدى المسلمين لدى يكود لدى عنده استثار كان لدى المسلمين حضارة عظيمة حملها المسلمون شركم كيف في كل العالم حملها المسلمون حمل يحمل نشتا نوسيت بروني اللي سوية مسلماني كروستي اللي سويت تو سويت سوزاتيو من الصين في الشرق إلى أوروبا في الغرب. من الصين في الشرق صين كينا من الصين في الشرق إلى أوروبا في الغرب. دو أوروبا زابدنو. إستشنو دو كينا أزابدنو دو أوروبا. تقدم المسلمون في الرياضيات والطب والصيدلة. تقدم المسلمون في الرياضيات والطب والصيدلة. وغيرها i neki drugim naukama. I nekim drugim naukama.
الطبي والصيدلة وغيرها. تعلم الطلاب من أوروبا في المدارس والجامعات عند المسلمين. تعلم الطلاب من أوروبا في الجامعات والمدارس لدى المسلمين. كل مسلمان أصلاً شو وصلي؟ وصلت إلى أوروبا. واتصل علماء أوروبا بالعلماء المسلمين. واتصل علماء أوروبا بالعلماء المسلمين. وترجم كتب المسلمين في الطب والصيدلة والرياضيات. جسم قول أقرأ الترجمة يترجم ماشي؟ بتواجهتي. وترجم كتب المسلمين في الطب والصيدلة والرياضيات. ثم درسوا هذه الكتب في مدارسهم وجامعاتهم. ثم درسوا هذه الكتب في مدارسهم وجامعاتهم. درسوا بودوشافال سنج. بعد ذلك مرت على المسلمين سنون طويلة تركوا فيها العلم فانتشر بينهم الجهل حتى وصلوا إلى مرحلة التخلف. يجلس ملك سنة التخلف. زاوستا يعني. مرت على المسلمين سنون طويلة. يسته سنون يمرجين عد سنة. سنة قدنا سنون يمرجين. سنون مرت على المسلمين سنون طويلة. سنون ي كاو правильно мужская множина. كاو. I kad kažem kao, mislim kao, jer nije pravilna muška množina u osnovi. Zašto nije u osnovi kao pravilna muška množina? Zato što medina nije... Jeste ima ovdje viška slovo. Vidi, sene, sinun. Da bilo onaj, bilo bi sin, sinun, primjer. Jer pravilna muška množina, samo dodamo wa plus nun. Une. Muslim, muslimune. A ovdje sene, sinun. I ibn, benun. Ibn, ista riječ. Ibn, benun. Ovako, isto se to ne broji kao pravilna muška množina, to se zove ovako, mulhaq bi džeme mu dekar sare. To će mi učiti ako boga kao izuzetak. Mulhaq bi džeme mu dekar sare. Onaj, znači, dodano na pravilom džeme mu dekar sare. U osnovi se u jednini se razlikuju. Kada on tešere fihim ul džehlu i proširilo se neznanje među onaj muslimanima, on tešere fihim ul džehlu, kaže, hatta wasalu ila merhalati tehalluf. Stanje za ostalosti. Merhalati tehalluf, stepen za ostalosti. Ovo je dama. Ovako, sinun. Bil asri il hadif, ada il muslimuna marratan thanijatan ila talab il ilm. Fil asri il hadif, u novije vrijeme, znači asri il hadif, novije vrijeme, ada il muslimuna li talab il ilm. Da ponovo, znači musliman se vratili da traže znanje. Kema emarahum bidhalike dinuhum. Kao što im je to njihova vjera naredila. Fafetahu al madarise wal jami'ati fil kura wal mudun. Lekad arafu anna al ilma wasilatu l'insani fi hadihi l'hayati. Lekad arafu anna al ilma wasilatu l'insani fi hadihi l'hayati. Saznali su, spoznali su da je znanje sredstvo čovjeka, insana na ovom svijetu, kojim postvaruje svoje ciljeve, znači. Vakarraru, karrara ju karriru, znači odlučiti. Karrara ju karriru, znači odlučiti. Karrare, yukarriru, znači odlučiti. Karar je odluka. Karar je odluka. Ovako, karar je odluka. To je od isto glagola, sam znači boravište. U džami'ati fil kura wal mudun.
لقد عرفوا أن العلم وسيلة الإنسان في هذه الحياة، وقرروا أن يهتموا بالعلم والعلماء حتى تتقدم بلادهم. وقرروا أن يهتموا بالعلم والعلماء حتى تتقدم بلادهم. تو je taj dijalog bio? Isto. Znači, akrare. Akrare, jukriru, jeli? Glagol. Rečenica? Ovako. Ledejna hamsetu esile. Ledejna hamsetu esile. Es sualu levol je Muhammed. Je kul, حمل المسلمون حضارتهم إلى الصين في شرق ألف باء أوروبا في الغرب جيم كل العالم كل العالم كل العالم حمل المسلمون حضارتهم إلى كل العالم. ثانيا يا حارث، تقدم المسلمون في ألف العلوم والطب والصيدلة باء العلوم والهندسة والفلك جيم الصيدلة والطب والرياضيات. لا جيم الصيدلة والطب والرياضيات. يا كنعان. ثالثا، تعلم طلاب أوروبا في ألف مدارس المسلمين باء مدارس المسلمين وجامعاتهم جيم كليات المسلمين ومساجدهم. باء مدارس المسلمين وجامعاتهم. رابعا، في الأصل الحديث يا أدين، ألف رجع المسلمون إلى الدين، باء طلب المسلمون العلم في أوروبا، جيم ترك المسلمون العلم. ترك المسلمون. لا ألف رجع المسلمون إلى الدين ورجع المسلمون إلى طلب العلم. رجع المسلمون إلى الدين وطلب العلم. خامسا يا كنعان، فتح المسلمون معاهدهم في ألف القرى باء الريف والمدن جيم الشرق والغرب. معاهد معاهد من جينا ودريتش معهد ما انستيتوت واسنوبي انستيتوت ناتش معاهد انستيتوت با في الريف والمدن. صحيح. المدرسة الثانوية، ما معنى المدرسة الثانوية يا عصمت؟ انستيتوت. المدرسة الثانوية التي درست فيها أنا اسمها المعهد الديني، هكذا اسمها المعهد الديني، هكذا اسم المدرسة، اسم المدرسة الثانوية الدينية في الكويت، المدرسة اسمها المعهد الديني. جميل. بليا. نعم بليا. فيرسكي انستيتوت. تاكو بس مغل درستي. فيرسكي سينش كو مدرسة كو ناس. بريودو. تكلم تدريب أول، ناقش الموضوعات التالية مع فريق من زملائك. Razgovaraj o sljedećim temama sa timom tvojih prijatelja, grupom tvojih prijatelja. El mevdu'u l'awwal ya ismet. Ta'akhara al-muslimuna li'annahum taraku al-'ilma. Hal hadha sahih ya ismet? Hadirun as-sahiha, jamil. Hal ta'akhara al-bosniyun? Wa hal taraka al-bosniyun al-'ilma? Ma huwa al-'ilm الذي تفوق فيه البوسنيون؟ تفوق انا ذا كاجم مولين بدناتشي است بيتي متفوق يعني بيتي odličan uspješan. ما هو العلم الذي تفوق فيه البوسنيون؟ انا اعرف علم الكلام، الكلام نحن افضل ناس في كل شيء وليس عندنا شيء. Sve smo mi najbolji. Sve. Sve nemamo ništa. U priči smo najbolji.
Znači, to je specifičnost Balkanaca. El Bosnijun terekul ilme wa taakharu bi sebebi terkihim lil ilmi. Hel terekel el muslimune dine? Ja, Ismet. Tereku, el muslimune tereku, tereku dinehum, tereku dinehum. Džemil. Zanijen, ja hađi suat. Teetheret hadaretu Europa bi hadaretil muslimin. Teetheret pasti pod utjecaj. Teetheret hadaretu Europa bi hadaretil muslimin. Ma rajuke, hel hada sahih? Gajru sahih. لم تتأثر أوروبا بحضارة المسلمين. نحن نتكلم في القديم. قديم. قديم النام. الدرس كان الدرس الماضي كان عن الحضارة القديمة للمسلمين. قديما تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين. هل تأثر المسلمون بحضارة أوروبا اليوم؟ لا. لا. كيف؟ هل تأثر المسلمون بحضارة أوروبا اليوم؟ نعم. تأثر كل المسلمين تقريبا بحضارة أوروبا اليوم. جميل. الموضوع الثالث يا حلمي، الإسلام يدعو إلى العلم. الإسلام يدعو إلى العلم. إذا كان الإسلام يدعو إلى العلم، فلماذا لم يتعلم المسلمون؟ لماذا ترك المسلمون العلم إذا كان الإسلام يدعو إلى العلم؟ لماذا تركوا العلم؟ بسبب هواء بسبب ماذا؟ لم أسمع. شهوات. بسبب الشهوات، لأنهم تركوا الدين وتركوا العلم. Zato što insan, musliman živi zbog vjere i radi sve na ovom svijetu da bi pomogao svoju vjeru. Ako ostavi vjeru, on nema cilja zbog kojeg živi. Onda neće da uči, neće da radi, nema cilja. Zašto da radim? Šta je cilj? Zbog čega se ovo? A prijašnji muslimani su sve to radili zbog vjere. Znači on kao musliman bio je ponosan da onaj pronese bajrak svoje vjere po Europi, pa na drugim mjestima, onaj, dok danas toga nema. I kad čovjek nema nešto što ga postiče na znanje, onda se ne uči. I to je problem omladine danas. Pogotovo omladine čije babo ima malo više para. I priušti mu sve. Neće da uči. Sve je na ovom svijetu što je htio dobio. Da mu nije znanje sredstvo za život, primjer radi. Da ostvari nešto u životu. Onda napusti i traženje znanja. Rabi'an, rađa'al muslimuna ila talebil ilmi fi hadal asari. Hel hada sahih, ja šejh Muhammed? Hel rađa'al muslimuna ila talebil ilmi fi hadal asari? Nam, hada sahih. Hada sahih. Rađa'al muslimuna ila talebil ilmi fi hadal asari. Wa fatahu, mada fatahu? فتحوا المدارس و نعم والجامعات. فتحوا المدارس والجامعات والمعاهد. جميل. ثانيا ناقش الموضوعات التالية مع فريق من زملائك. التعليم بين الماضي والحاضر يا محمد. التعليم بين الماضي والحاضر. هل التعليم في الماضي كان سهلا؟ لا، التعليم في الماضي كان صعبا. كان صعبا. أين كان يدرس الناس في الماضي؟ في الماضي الناس يدرسون عند شيوخهم. عند الشيوخ كانوا يدرسون في القديم عند الشيوخ. جميل. وأين يدرس الناس في الحاضر؟ في
في الحاضر الناس يدرسون في جامعاتهم ومدارسهم. جميل. ومعاهدهم. نعم. ومع معاهدهم. أين درست أنت؟ أين درست أنت؟ كيف تظن؟ أين درست؟ هل درست في مدرسة ثانوية؟ نعم درست في مدرسة ثانوية اسمها تهنج كاشكو. جميل جميل جدا. الموضوع الثاني يا حارث، الطالب بين الماضي والحاضر. يا حارث وأنت طالب ممتاز، وأنت طالب ممتاز، أنت تعريف الطالب، ما معنى تعريف؟ آه محمد دفنيت كدفنيش أوتشنيكا سستاني يزيكا تو نا كتاج ناني سستاني ترمينولوجكي دفنيت توستيهارس. الطالب بين الماضي والحاضر، هل الطالب في الماضي كان يجتهد؟ هل كان يجتهد؟ هذا سؤال جيد. مجتهد لازم يمكن يسقط على نعم الطالب في الماضي كان مجتهد. مجتهدا. هل كان الطالب في الماضي يحترم أستاذه؟ ما معنى يحترم؟ بوشتوفاتي. هل كان الطالب في الماضي يحترم أستاذه؟ نعم الطالب كان يحترم أستاذه. 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 هل تجتهد أنت يا حارث اليوم في الحاضر؟ هل تدرس كثيرا أو قليلا أو لا تدرس؟ أدرس قليلا. هل تعرف يا حارث أن عدم الدراسة هل تعرف يا حارث أن عدم الدراسة عدم الاحترام؟ جملة جميلة جدا. لا أنا أقول له هل تعرف أن عدم الدراسة عدم الاحترام، الطالب الذي لا يدرس لا يحترم أستاذه، من يحترم أستاذه؟ من يقول لأستاذه بفمه أنا أحترمك؟ أو من يدرس؟ من يحترم أستاذه؟ من يدرس. آه يا دين أنت أستاذ، أنت أستاذ الأساتذة، أنت أستاذ كبير، هل يحترمك الطلاب؟ بوشتباتي لا الطلاب لا يحترمونني، يحترمونني من الطلاب لا يحترمونني. هل يدرس طلابك؟ طلابي قليلا يدرس. أو برنسان. يدرسون قليلا. الطلاب نجنا. طلابي يدرسون قليلا. طلابي يدرسون قليلا. جميل. هل كان الطلاب يدرسون في الماضي؟ كانوا يدرسون في الماضي. في الماضي الطلاب كانوا يدرسون في الماضي. هل يحبون العلم اليوم؟ هل يحبون العلم الطلاب؟ هل يحبون العلم الطلاب؟ لا يحبون العلم. الطلاب اليوم لا يحبون. هل توافق يا حارث؟ لا انا مش هتفيت انت يا. هل توافق يا حارث؟ لا
توافق. أنا أقول لك ما معنى توافق، لست أنت من تقول لي ما معنى توافق. ما معنى توافق؟ صلاحات اسم. هل توافق؟ أنا وافق. جميل. إذا توافق وتدرس وتجتهد تحصل النتيجة وهي الاحترام. الاحترام هي النتيجة. يا كنعان، ما رأيك أنت يا كنعان؟ هل يحب المسلمون العلم اليوم؟ غالبا هم يحبون العلم. غالبا المسلمون يحبون العلم. جميل. نحن الآن في رمضان، هل يحب المسلمون القرآن الكريم؟ أنا أعتقد أنهم يحبون القرآن. هل يقرؤون القرآن الكريم؟ نعم يقرؤون القرآن الكريم. نحن نستطيع أن نرى في مساجدنا مساجدنا الناس كيف يقرؤون. جميل. هل يقرؤون القرآن خارج رمضان؟ نعم هم يقرؤون. جميل جدا. أين تعيش أنت يا كنعان؟ أنا أريد أن أهاجر إليك. أنا أعرف أولئك الأشخاص. جيد. مثلا أمامك ستقول لي اسم المكانك بعد الحصة إن شاء الله، حتى أهاجر إليك من زنت. جميل جميل. الموضوع الثالث، المعلم بين الماضي والحاضر. يا شيخ كنعان الثاني، المعلم بين الماضي والحاضر. المعلم في الماضي يا شيخ كنعان كان رجلا محترما يحبه الناس ويحبه الطلاب ويسلمون عليه وهو يمشي في الطريق. أما اليوم المعلم لا يحبه الناس ولا يحبه الطلاب ولا يسلمون عليه. قديما كان الناس يدعون لمدرسهم، يدعون لمدرسهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدرس، دعا للمدرس، دعا الله مدرس. وقال في الحديث أن الحوت في البحر يستغفر لمعلم الناس الخير. السمكة الحوت كت في البحر يستغفر لمعلم الناس الخير. كان الناس قديما يدعون لمدرسهم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اللهم. أما اليوم فالناس يدعون على مدرسهم، اللهم عليك به، اللهم لا تتركه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. الأب يدعو والأم تدعو والولد يدعو وكل الناس تدعو على هذا المسكين المدرس وهو يريد الخير للناس، لكن الناس لا يعرفون ذلك. مثال المدرس اليوم كمثال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الناس إلى الخير وكانوا يسبونه ويشتمونه ويضربونه ويقتلون أصحابه وهو يدعوهم إلى الخير. وهو شتم رجتي، شتم رجتي. جميل جدا. نتكلم باللغة العربية. هل تحب المعلمة يا شيخ كنعان؟ نعم أحب المعلمة. هل متى ضربت المعلمة آخر مرة؟ هناك آية جميلة في سورة الغافر رقمها 44، يقول الله فيها بعد آيات يدعو فيها الرسول قومه ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وآخر كلام يقول الرسول فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون تذكروا فستذكرون ما أقول لكم الذي أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أفوض أمري إلى الله، بريبوش تام سوى استاني الله.
أمري فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ممكن يكون يعني بدأت يعني هذا أمر الله. تركت هذا الأمر الله. فوضت تركت أمري إلى الله. نك الله رادي سامش تفتش. شياسنا صور راديو. نوح عليه السلام من أفضل المعلمين في العالم. نوح عليه السلام من أفضل المعلمين في العالم. كان يدعو طلابه قومه ليلا ونهارا علنا وسرا في كل مكان بكل الطرق يريد لهم الخير. نوح عليه السلام كان يدعو إني دعوتهم ليلا ونهارا جهارا، ثم قال دعوتهم جهارا يام وأسررت لهم إسرارا. يا سميم إتانو قبوريو إيامو قبوريو إنوچو إدانو ساكاكو سمو دا دستوي أنو بوركو. نوح عليه السلام بيو دايا إلي معلم 950 godina هارسي 950 godina. Znaš koliko je ljudi uspjelo da prešlo na islam u 950 godina? U nekim devajetima imaju 70 do 80 ljudi. Koliko to prosječno dođe? Svaki 12 godina jedan, jel? Svaki 12 godina jedan, tako? 12 godina radiš, jedan čovjek se da zove. Ali nije posustajao Nuh alejhi selam. Nije posustajao. I ono što još bitnije, Allah je to znao. Ali je znao da se neće dozvati više zbis ljudi. Ali je takav proces da čovjek, svaki insan mora imati poslanika, mora se pojasniti istina. Pa onda kad odbije, zbog toga će biti kažen, a ne zbog znanja Allaha, da on bi on to odbio i prije svega toga. Zato je Nuh alejhi selam pozivao 95. godina. Džemil. رابعا العلم بين الماضي والحاضر. العلم بين الماضي والحاضر يا شيخ عصمت. هل العلم الآن سهل أو صعب؟ العلم سهل الآن. انظر إلى البوسنة مثلا. البوسنة مثلا قبل 20 سنة. قبل 20 سنة هل كان علم الدين في البوسنة سهل؟ قبل 20 سنة كان صعبا. كان صعبا، لا كتب ولا علماء ولا دعاة ولا ما في أحد. أما اليوم بعد 20 سنة فالكتب موجودة الحمد لله، وترجم البوسنيون صحيح البخاري والمسلم وأبي داود وموطأ إمام مالك، نعم، والتفسير ابن كثير المختصر، ترجموا كتب كثيرة. العلم الآن سهل. قبل 20 سنة كان العلم في البوسنة، علم الدين، صعب جدا لعدم وجود الكتب. جميل. أين درست أنت يا عصمت؟ يا شيخ عصمت ارفع صوتك يا شيخ عصمت. كيف يزداد كتير زغلامش؟ كيف تو يزداد؟ أبتو بوليفيت ناش زغلامت؟ يان كرات كيفيت نلوت سيسمت jer udareš šakom od sto. I rekao, dosta. Ne može reći dosta, rekao, dosta. Al ilmu bejn al madi wal hadir. Hel ta'allamta lil ilmi au lil šehadati? Hel ta'allamta ilma al iqtisad lil ilmi au lil šehadati? Ta'allamtu. جميل، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وهو يصوم لا يستطيع أن يكذب في رمضان، الكذب ذنب كبير. بعد رمضان الإنسان يتعلم العلم الدنيوي للشهادة. أكثر الناس، إن لم نقل كل الناس، يتعلمون علم دنيوي للشهادة.
والناس يتعلمون العلم الشرعي الديني لله، لكن اليوم للشهادة. كثير من الناس اليوم يتعلمون العلم الديني للشهادة. أكو علم ديني للشهادة وانا هو بيجني علم يشبرش هذا شهادة. Procenat ljudi danas koji uče šerijatsko znanje radi Allaha je mali. A ovo je dunjaločkom je normalno. Kad neko uči onaj za medicinu je... On uči medicinu, a u glavu je šta kino? Ukratko. Plava hađija. Plava koverta. Ne svaka. Plava koverta. Kako vidi da mu je teško anatomija u zapijelu, on se sjeti na plava koverta. Motiviši. Tako ima neki drugi struka koji uči za plavi koverti. Ja znam jednog čovjeka koji je počeo da kažem u medresu da ide zbog plavi koverti. Dobro. Dobro. Jučer smo imali jednu stvar koju smo pomenuli, pa ćemo danas samo napraviti jedan dodatak ili jednu onaj malo pojašnjenje. Jučer smo imali ovdje u tekstu prethodnom gdje piše ke kaulihi. Ako piše ke kaulihi. Mene je Kenan pitao je li ovo ke harfu džer, ovo ke ovdje. Pošto posljedno dolazi gentiv. Imamo po tom pitanju dva mišljenja kod arapskih gramatičara. Pa smo jeziku. Prvo mišljenje je da je ovo kaf harfu džer. I da je ovo posljedno odmah ismer džur. To je prvo mišljenje. Imamo drugo mišljenje da je ovo kaf znači mislu. Znači mislu. I onda je ovo, ono u rečenci bude ovisno šta je, a ono poslije njega je mudafilih. Primjer radi. Rečenica, lagana jedna rečenica. Halidun kel esed. Halidun kel esedi. Malo dvije mogućnosti analizi. Da kažemo da je esed šta? Ism međrur. Mu alametu džarih il kesra. To je prva normalna analiza. I druga analiza jeste da kažemo da je ke znači mitlu. Šta je tu mitlu u rečenci? Ne, mitlu. Šta je u rečenci? Haber. Mrfu. Primjer, haber kao mitlu, haber fu bedama. Esed je onda mudafilih. Oba dva mišljenja su ispravna, znači. I ovo je preneseno od Arapa i ovo je preneseno od Arapa. Znači, oba dva mišljenja su jednaka. Možda u nekom kontekstu je ovo jasnije od drugoga, onaj, ali u potpunosti su, znači, oba dva mišljenja što se arapske gramatike tiče, ona, nama je lakše da uzmem da je to harf džer, ke, kel, esedi, harf džer, isme džuri, gotovo. Ali da znamo, znači, da se to može analizirati, jer kajemo, halidun mislul esedi. Halidun mislul esedi. Halidun mislul esedi. Nekad to može mislul ovo ke doći u obliku, onaj, da bude meful bihi, da bude nešto drugo, ali je ovdje kel mislul, stavimo, ke izbrišemo, stavimo mislul. Mithlul esedi. Halidun mithlul esedi. Džemil. Okrenit ćemo stranu, na stranu 110. Šeji aha min nehu. Tafadal. Va huve? Nebhatu ami nehu minki. Mada? Natlubu šeji min nehu minki. Min nehu? Nahnu... درسنا من النحو بعض الأمور واليوم سندرس بعض الأمور إن شاء الله. نحن درسنا المبني والمعرب يا حارث. المبني لا يتغير والمعرب يتغير. ثم درسنا علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف. ثم درسنا الاسم المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء النفس والمضاف إلى ياء النفس. اليوم سندرس درسا قديما. الدرس القديم هذا اسمه الأسماء. ما اسمه؟
الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. هنا الأسماء الستة إلى الخمسة. ima jedno ime u koje sam učinjati gradski rektor razilaze, da li je to zajedno sa njima ili nije. Esmaul Hamse, Esmaul Sete, ovisno od knjige, preferio neko mišljenje od ta dva mišljenja. Koji su to šest imena? Ili pet imena? Ed, Eh, Su, Zu. I dva je važniji? Ham. Eb, Eh, Ham, Fu, Zu. To su pet imena koje smo mi spominjali. Eb, otac. Eh, Ham, Fu, Idu. Imao je šesto ime, Henun. Šesto ime, on njega, znači, ovo ime se, oko njega se razilaze učenjaci, da li je ili nije. O tom ćemo sljedeći čas ako voda govoriti kad se vidimo. Hen znači kao šeji. Ne. Ne. O tom ćemo govoriti ako Bog da. Henun je, označava samo stidni dio tijela. Stidni dio tijela. Kada, šta je specifično kod ovih pet imena ili šest imena? Kada tih pet imena i šest imena dođu, oni budu u nominativu, u obliku, uzmemo ovo prvo ovdje, ebuke ovako, sa vau, ebuke sa vau ovdje ovako, u, ovo je arraf, nominativ. Ebike, to je el džarru. I treće, ebake, to je en nasb. To je ta tri oblika koja dolaze ovih pet imena. Ali da bi ovo djelovalo, imamo četiri uslova. Da bi ovo djelovalo, imamo četiri uslova. Prvi uslov jeste da ova četiri imena, prvi uslov jeste da budu mufrede. Što to znači mufrede? Jednina. Znači bilo koje je pet imena ili šest, ako bi ga prebacili množinu, ne djeluje više pravilo ovo za njih. Znači, množina od eb je? Aba. Ne djeluje pravilo. Kažeš mi? Hada, primjer, zaheptu ila ebike. Ebike, ja sam dodao, nisam rekao ebike, nego ebike. Zaheptu ila ebike, dobro. Kada bi to promijenili u množinu, zaheptu ila abaike. Nema abaike. Nema množinu. Čim od množinu odje, ovaj pet ima više ne djeluje. Eh, množina odje ga je ihva. Kažeš, hada ehuke. Ne hada ehuke. Hada ehuke, ovo je tvoj brat. Množina haula ihvatuke. Nema ihvatuke, primjer, nema tog, ne tužine. Znači, prvi uslov da budu sve one da budu u jednini. Šta je drugi uslov? Da budu mudafe. Jeste. Drugi uslov je da budu mudafe. Da bude ova isma mudafe. Ali ila gajri ja el mutekellim. Što to znači? Kada je ime mudaf ila ja mutekellim, to je ovo naše ime ovdje, ebi, moj babo. Ebi, moj babo. Ako kažem moj babo, ne djeluje pravilo. Mora biti, znači, jednina, mora biti u isto vrijeme u genitivu, u genitivnoj vezi, ali ne smije biti u genitivnoj vezi sa zamjenicom za mene. Pismenom zamjenicom za mene. Kaže, ebi, moj otac. Više ne djeluje. Kažemo, hada ebi, šta je analiza ebi? Kako bi se analizirao? Kako rekli, hada ebi. Haber mrfu bi damma muqaddere. Ovo je onaj el mudaf ila ja i nefs. Što smo učili mi. Ism manku, maksur, menkus i ovo smo učili. Ebi. Kako će biti, da prebacim ovo u Esmaul Hamse, bilo bi, primjer, da koristim drugu zamjenicu, hada
أبوك يا بمر أسد يلغي سلد يلغي تمام؟ I treći uslov je da ne bude u deminutivu. Ente kune mukebbere. Da bude znači u osnovni. La musagare. La musagare. Musagare je u deminutivu. Kada bi ime bilo koje od tih imena prebacili u deminutiv, ne bi više pravilo vrijedilo. Znači, Ebi je ubej. Ebi je ubej. Kada bi rekao ubej, to više ne vrijedi. Ubej. Znači, mora biti ovi pet imena u ovom obliku. Znači, u osnovi su ova dva uslova najvažnija. Prvi uslov je da budu u jednini, da ne bude aba, ihva i tako dalje. Drugi uslov je da budu u genitivnoj vezi, ali ne sa pristavom znamenice za sebe. Ebi. I sveće da ne budu u deminutivu. Da ne budu u deminutivu. Tamam. Navišću nekoliko primjera. Kaže u suri Sad, inna hada ehi. Inna hada ehi. Fil i'rab nekul, ma i'rabu hada? Ismu inna, au nekul, ismu išare mebni ala sukun, fi mahali nasb, ismu inna. Ehi, khabar inna. Khabar inna, merfu, bi damma al muqaddara. Opet, ono tri lekcije smo učili. Maksur, menkuz i mudaf ila ja i nefs. Ehi, ovdje, pa kako je ehi, ovdje mudaf, za šta? Baš za ovo što ne smije. Ja ili mutekelim, ja ili mutekelim, ja pričam i prisvajam sebi. Mutekelim je onaj koji priča. Tekelim. Inna hada ehun li. Inna hada ehun li, ništa, to što je, nije u genitivu onda. Nije u genitivu vezi. Nije u genitivnoj, nije u genitivnoj vezi. Dobro, da ćemo navišiti još jedan primjer. Što znači u treći, ente kune? Molim? Što u treći piše, ente kune? Mukebbere. Mukebbere. Poslanik je sada vam rekao za Ebu Bekra jednu čencu. Rekao za Ebu Bekra jednu čencu. Rekao je, ako? Inne Eba Bekrin. Le ređulun Esif. Inne eba bekrin la ređulun esif. U analizi imamo ovdje ovaj elif, što znači da djeluje jednina, u genitivnoj vezi sa njim, nije u deminutivnim ništa. Eba je šta u rečenci? Mensub bil? Bil elif. Ismu inne mensub bil elif. Li ennehu min esma i sita ili hamse. Bekrin, sve pošto je ba ummu, sve mudafili. Bekrin mudafili. Šta je ovo lam? Lamu ta'kid. Potvrda znači. A ređul? Šta je ženci ređul? Inne eba bekrin, la ređulun. Haber inne. Haber inne. Esif? Sife. Ovo je haber. Inne. Haber, inne. Znači, u osnovi... Esif. Žalostan. Žaljiv čovjek. Čovjek koji, znači, tuguje puno. Lagano plače. Onaj... Dobro. Znači, imamo, znači, ovih šest imena. Što eb, eh, ham, fu, du i henun. Šest imena. Ili pet bez henun. U nominativu budu sa wow, u akuzativu sa elif i u genitivu sa ja. I imaju tri uslova da bi to funkcionisalo. Prvi uslov je da budu u svojoj jednini. Drugi uslov je da budu u genitivu vezi sa čim.
i te silabe ustale da ne budu u deminutivu. Da ne budu u deminutivu. Dobro. Taman, staćemo ovdje ako Bog da, na ovom mjestu, da možemo nastaviti iz početka ako Bog da, nove lekcije na svjesnom času s Manike Lam. سلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين جيت سلم يا رفيقي والولا يملي حشاي.